المركز الثاني والتحديات الجميلة والإثارة على ثاني المراكز والمنطلق. هنا يأتي نايف لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما المركز الثالث ويأتي مشكور من هجن الرئاسة يتابع سهيل بن حمد بن دري الفلاحي. هنا ثالثا والمركز الرابع، المركز الرابع شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم مع سيب بن أحمد بن خريدة وشاهين، من الجانب الآخر من هجن العاصمة بقيادة غياث الهلالي. وسادس المراكز المركز هنا يأتينا مزاح بهذه الانطلاقة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد. والمركز السابع، المركز السابع والمنطلق، هناك ايضا ياتي شاهين نسمو الشيخ محمد بن مايد بن محمد المكتوم مع محمد بن احمد بن عكوي السلمي، هو في تضميره هناك المنطلق على المركز السابع وفي المركز الثامن. المركز الثامن وثامن مراكزنا ياتينا سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع السيل بن مبارك بن مرخان نكتبي برهوم، هنا المنطلق لسمو الشيخ ذياب بسيب بن محمد ال هيان مع الصادق فضل الامين، سمو الشيخ هيان بن ذياب بن سيف بن محمد ال هيان مع الصادق فضل الامين المنطلق في هذه التحديات الجميله. وهنا ياتينا شاهين سمو الشيخ عبد الله بن صقر بن راشد النعيمي مولى بخش محمد في تضميره المنطلق هنا في هذه المسيره على المركز العاشر. هذه نتائجنا للمراكز العشره الاولى في هذه التحديات والاثاره. لنا عودة مشاهدينا الكرام، لنا عودة إلى الصدارة بعد أن ذعنا المراكز العشرة الأولى هنا في هذه التحديات والإثارة، وشاهين المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. شاهين هنا المنطلق لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. المركز الثاني يأتي نايف على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد في تضميره. المركز الثالث شاهين يأتي على المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابع السيف بن أحمد بن خريدة في تضميره. هنا المبدع من يأتينا على المركز الثالث وفي المركز الرابع، مشكور في المركز الرابع من هجن الرئاسة بقيادة سهيل بن حمد بن دري الفلاحي في تضمير المنطلق على المركز الرابع وخامس المراكز. المركز الخامس هنا في هذه اللحظات ينطلق برهوم لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة الصادق فضل الأمين، يأتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس سراب، سراب يأتينا على المركز السادس سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابع السيل بن مبارك بن مرخان لقتبي، وعلى المركز السابع يأتي شاهين لسمو الشيخ عبد الله بن صقر بن راشد النعيمي مولى بخش في تضميره المنطلق. هنا ايضا في هذه الانطلاقات الجميله هجن العاصفه هناك ايضا على المركز التاسع في هذه اللحظات او المركز الثامن هجن العاصفه بقياده غياث الهلالي شاهين. المركز التاسع، المركز التاسع ياتي غازي في المركز التاسع لسمو الشيخ محمد بن خليفه بن سيف ال نهيان ويتابع في التضمير. هنا ايضا بهذا الاداء علي بن سعيد بن مبارك لوهيبي، وعلى المركز العاشر المنطلق شاهين لسمو الشيخ محمد بن مايد بن محمد بن راشد المكتوم بقياده محمد بن احمد بن العكوي السلمي هنا في تضميره. هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى في هذه التحديات الجميله والاثاره مشاهدينا ومتابعينا الكرام بالتحديات المتميزة.
نعود إلى الصدارة، نعود إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة بعد المغادرة للوحة الأربعة كيلومترات. صدارة هذا الشوط والمركز الأول هناك المنطلق نايف في هذه اللحظات، من غير إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول. سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابعه في التضمير أحمد بن سلطان بن رشيد، طلق على الصدارة وعلى المقدمة على المركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني شاهين من نجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، وعلى المركز الثالث شاهين ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سيف بن أحمد بن خريدة من ينطلق ثالثا. وفي المركز الرابع، المركز الرابع وياتي شاهين في المركز الرابع لسمو الشيخ عبد الله بن صقر بن راشد النعيمي مولى بخش هنا في تضميره في هذه الانطلاقات والتحديات. من ياتينا ايضا ابو عبد الله يتابع باداء مميز وجميل على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس مناور في المركز الخامس لسمو الشيخ محمد بن خليفه بن سيف آل نهيان علي بن سعيد بن مبارك الزرعي في الوهيبي عفوا في تضميره هنا على المركز الخامس وسادس المراكز. المركز السادس، المركز السادس ياتي مشكور من هجن الرئاسه مع السيل بن احمد بن دري الفلاحي، ومن الجانب الاخر هناك المنطلق برهوم لسمو الشيخ نهيان بن ثياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقياده الصادق فضل الامين من يتابع على المركز السابع في هذه الانطلاقة. وفي المركز الثامن، المركز الثامن وثامن مراكزنا شاهين من وصل في المركز الثامن سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعود المكتوم نظام العبيد بن شيلان المري. هنا من ياتينا في المركز الثامن وفي المركز التاسع شاهين من هجن ند الشبا مع هناك سالم بن سعيد في تضميره، والعاصفه وهجنها قادمات ايضا بتحديات واثاره. ولكن اعود الى الصداره، اعود الى المقدمه والى المركز الاول وصداره هذا الشوط في هذه التحديات الجميله مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وصداره هذا الشوط شاهين من غير على الصداره على المقدمة وعلى المركز الأول. شاهين من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي من انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، سيطر على زمام الأمور، سيطر على الصدارة وعلى المقدمة. شاهين من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي من ينطلق على المركز الثاني. هناك ياتي نايف على المركز الثاني، نايف لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم يتابع في التضمير ايضا بهذه الانطلاقة احمد بن سلطان بن رشيد. شاهين في المركز الثالث ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم نظام رسيب بن احمد بن خريدة. وصل شاهين، وصل شاهين هنا على المركز الرابع لسمو الشيخ عبد الله بن صقر بن راشد النعيمي مولى بخش محمد في تضمير من ينطلق على المركز الرابع. المركز الخامس ياتي غازي، غازي 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 لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سيد علي بن سعيد بن مبارك لهيبي في تضميره. وسادس المراكز، المركز السادس برهوم المنطلق لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الامين في تضميره. وسابع مراكزنا شاهين المنطلق على المركز السابع، شاهين هنا سابعا من هجن ند الشبا وسالم بن سعيد في تضميره المنطلق هنا المركز الثامن. المركز الثامن وياتينا هملول اسمه الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي في التضمير. وتاسع المراكز هناك ياتينا بهذه الانطلاقات الجميلة والتحديات شاهين اسمه الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبيد بن شنان المري في تضمير. نعود الى الصدارة، نعود الى المقدمة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. هنا الصدارة والمقدمة مع شاهين من هجن العاصفة
من انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شاهين من انطلق على المقدمة في هذا الأداء المميز من هجنة العاصفة، يتابع غياث الهلالي من انطلق على صدارة هذا الشوط، انطلق بالتحديات وبالإثارة. المركز الثاني ياتي نايف لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير. من ينطلق على المركز الثاني؟ المركز الثالث ياتي شاهين من هجن ندي السبع، سالم بن سعيد في المتابعة، وشاهين لسمو الشيخ عبد الله بن صقر بن راشد النعيمي مع مولى بخش محمد في تضميره هنا في هذه الانطلاقات والتحديات. ولكن هنا العاصفة وهجنها تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مع شاهين المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا مع الأربعمية متر الأخيرة شاهين من هجن العاصفة، هنا العاصفة وهجنها تضيف إنجاز إلى إنجازات هذا الشعار المميز. هنا وشاهين هنا من يعلن الفوز والناموس لهجن العاصفة. تهانينا لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم. شكرا أيضا غياث الهلالي على أدائي. هنا أيضا شاهين ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس، ما هي إلا لحظات ويصل إلى خط النهاية. هذا الأداء المميز الجميل. المركز الثاني يأتينا نايف في المركز الثاني، سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد. أما المركز الثالث انتظار ثالثي المراكز. هنا بهذه التحديات الجميلة أتانا شاهين على المركز الثالث في هذا التحدي الجميل لسمو الشيخ عبد الله بن صقر بن راشد النعيمي مع مولى بحش محمد في تضميره. المركز الثالث، هناك المركز الرابع مناور لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف النيان. المركز الخامس هاهين هجن ند الشبا. ونعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا بهذه الانطلاقات الجميلة ب 13 دقيقة، هنا أيضا 39 ثانية أربعة من الأجزاء من الثانية. التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدامي هنا شاهين من هجن ند العاصفة بقيادة غياث الهلالي، بينما المركز الثاني أتانا هناك نايف سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعود المكتوم 13 دقيقة 40 ثانية. توقيت الزمني ايضا بقيادتي لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعود المكتوم بقياده احمد بن سلطان بن رشيد. والمركز الثالث كان شاهين لسمو الشيخ عبد الله بن صقر بن راشد النعيمي مع مولى بخش محمد في تضميره بهر التحديد 47 ثانيه 8 من الاجزاء من الثانيه. توقيت الزمني، تهانينا والناموس تهانينا للجميع. الانطلاقات تتوالى مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وانطلاقة شوطنا هنا المنطلق هو الشوط في هذه اللحظات، شوطنا الثاني عشر في مجموع الأشواط، وشوطنا الثاني عشر المخصص لأيضا الزمول